نشرة أخبارنا الثانية من قناة التناصح، مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. مفتي الديار الليبية يؤكد أن ما يعرف بتنظيم الدولة هو صنيعة للغرب ويتم استخدامه ضد المسلمين عبر بعض السياسيين. مستشفى العافية بيون يستقبل عددا من الإصابات جراء قصف الطيران ما يعرف بالكرامة على المنطقة. صحف عربية تتحدث عن تحذير دولي لحفتر بشأن إبعاد المرتزقة عن قواته حتى يتمكن من الترشح لمنصب سياسي مستقبلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استنكر مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني التعاطف من قبل بعض الجهات والمحللين السياسيين مع المجرمين وإدانتهم للذين يدافعون عن أنفسهم وأهلهم. فكيف بمن يعني يقرأ القرآن يعني بلسانه وهو يفعل يعني ما يضر بأمته، سواء كان من السياسيين أو من النخب أو من المجالس، أن يعلم الحقيقة ويعلم أن الذي يقوله ليس له حقيقة وليس هو واقع. يصدرون البيانات ويعلمون أنها لا حقيقة لها، يدينون فيها الأبرياء والمؤمنين والمسلمين وأهل الوطن الذين هم يحرصون عليه ويعني جاهزون وواقفون في الثغور الليل النهار في الصحارى وفي البوابات، يحرصون على أمن الناس وعلى سلامتهم. ثم يدبر لهم كيد من الظالمين، من هو معروف ينتمي إلى الظلم ويصرح بذلك ولا يخفيه. يعني ليس هناك بيان وظهور ووضوح للمجرمين وللظالمين أكثر منه الآن. مفتي الديار في برنامج الإسلام والحياة على شاشة التناصح أوضح أن الحكومة المقترحة ومن جلست معهم من بعثة الأمم المتحدة يعلمون أن الثوار هم من يقاتلون الإرهاب وليس مجرم الحرب حفتر، ولكن يريدون التخلص من الثورة الثوار. والله إني على يقين أن هذه الحكومة وكذلك من جلست معهم من الأجانب أمريكان أو غيرهم، والله إني لا أعلم أنهم في قرارات أنفسهم يعلمون أن الثوار هم الذين يقاتلون الإرهاب، وهذا ما صرحت به سفيرتهم في وقت ما لقات بعدما فات الأوان. ويعلمون أن حفتر لا يقاتل الإرهاب وإنما يستعمله شماعة لقتل الوطنيين والانقلاب على الثورة وعلى كل من يريد بالبلد خير من أهل الدين وأهل الوطن. يعلمون ذلك علم اليقين، ولكني أخاطب المسلمين منهم لا أخاطب غير المسلمين. المسلمون كما ذكرت الذين يصومون مع الناس ويفطرون ويصلون التراويح ويقرؤون القرآن، كيف بهم والقرآن يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأشار مفتي الديار الليبية إلى أن الغرب هم من صنعوا الإرهاب واستخدموه ضد المسلمين بواسطة بعض الشخصيات من مفكرين ونخب وسياسيين لتدمير أوطاننا. يعني هذا التنظيم الذي يسمونه داعش واستعمله يعني أعداء الله، استعمله أعداء الله لضرب المسلمين في بلاد المسلمين كلها. انظر ماذا يحصل في العراق، مئات كل يوم يموتون، لا أحد يتحرك ولا يعني يلتفت إليهم. انظر ماذا يفعلون في سوريا، انظر ماذا يفعلون في ليبيا، كل ذلك باسم مكافحة الإرهاب. والإرهاب هذا من خلقه خلقوهم وأوجدوه وسلطوا علينا عملاء من أنفسنا وأعطوهم هذا الشعار بحيث يدمرون أوطانهم. هل رأيت بالله عليك بربك أسألك، هل رأيت أحدا من داعش فجر نفسه في تل أبيب؟ أبدا، مستحيل، لا يمكن، لم يحصل هذا إلى حد الآن. فلو كان هؤلاء الناس فعلا هم يريدون الشهادة في سبيل الله ورفع كلمة الله وعلى دينه، فهؤلاء الصهاينة محتلون لبيت المقدس ثاني أشرف
مسجدين في الدنيا محتل منهم، ويعذبون الأبرياء ويخرجون الناس من ديارهم، ومع ذلك هؤلاء الذين يدعون خلافة إسلامية ونصرة لدين الله ما سمعنا واحدا منهم تسلل وفجر نفسه عند الصهاينة، مما يبين لك بالبرهان القاطع أن هؤلاء هم صنيعة صهاينة ومخابرات أجنبية وأوروبية وأمريكية وغيرها. في بنغازي أفادت مصادر من مجلس الشورى ثوار المدينة استشهاد أحد مقاتلي المجلس متأثرا بجروح أصيب بها. المصادر أشارت إلى أن محاور القتال بمنطقة وسط البلاد شهدت هدوءا حذرا تخللته اشتباكات متقطعة في ظل تحليق مكثف لطائرات دون طيار من نوع أوكس مساندة لميليشيات ما يسمى الكرمة. كما قالت مصادر من داخل المدينة إن لغما أرضيا انفجر في مجموعة تابعة لمجرم الحرب حفتر داخل مقر الجوازات بالقرب من مبنى الجمارك مخلفا قتلى وجرحى. اللغم أودى بحياة منصور التيح وأصاب 3 آخرين من أفراد ميليشيات مجرم الحرب حفتر. يشار إلى أن مجموعات تابعة لحفتر تحاول التقدم اتجاه تمركزات شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من 4 أشهر وبمساعدة من الطيران الأجنبي. استقبل مستشفى العافية بمنطقة هنا الأربعاء 9 جرحى من المدنيين جراء القصف الجوي الذي شنه الطيران التابع لما يسمى عملية الكرمة على المنطقة. الناطق باسم المستشفى في تصريح صحفي لا أكد أن من بين الإصابات حالتين حرجتين، موضحا أن كل الحالات كانت من المدنيين. وكان الطيران ما يعرف بالكرامة شن ليلة الثلاثاء عدة غارات جوية استهدف بها مواقع سكنية وعدة مزارع بالمنطقة. هذا وتنقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا ومقاطع فيديو لأثار القصف على المواقع المختلفة في منطقة الجفرة من قبل طيران مجرم الحرب حفتر. الصور أظهرت دمارا هائلا بمنازل المواطنين والمواقع المدنية المختلفة، وما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين من النساء والأطفال وإحداث خسائر مادية جسيمة. من جهته قال أمير كتيبة شهداء تجرفت عبد الرحمن بشير إن الكتيبة لا تستطيع تحديد مصدر الطيران المسؤول عن شن الضربات على منطقة الجفرة، مؤكدا استعانة مجرم الحرب حفتر بالطيران الأجنبي. بشير في تصريح صحفي الثلاثاء أفاد بأن الخطر من فلول ما يعرف بتنظيم الدولة يحيط كامل منطقة الجفرة، وبالرغم من ذلك يقوم الطيران الأجنبي باستهداف الآليات التي تستخدم للدفاع عن المنطقة وفق قوله. وطلب أمير كتيبة شهداء تجرفت بضرورة أن يكون هناك موقف سياسي وعسكري من المنطقة العسكرية الوسطى، مبينا أنهم يريدون موقفا واضحا وصريحا من هذا القصف. هذا واستهجن عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد القصف المتكرر لطائرات تابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر
على مواقع داخل مدن المنطقة. اعتبر عميد البلدية قصف المواقع المدنية ترويعا للآمنين وتحديا للأعراف والقوانين الدولية وانتهاكا لحرمة المدنيين حسب تعبيره. وكانت طائرات ميليشيات الكرامة استهدفت فندق الواحات ومنازل المدنيين ومبنى شركة تنمية المراكز الإدارية ومقر الهجرة غير الشرعية أهداف مدنية أخرى. قالت مصادر مطلعة من شرق ليبيا أنه تم العثور على حطام الطائرات المفقودة السمركيت التابعة لميليشيات حفتر على الحدود التشادية الليبية ظهر الأربعاء. وكانت الطائرة فقدت عند قيامها بمهمة استطلاعية في محيط الكفرة مساء الثلاثاء. في ذات السياق عثر على ملاحيها ميتين بالقرب من حطام الطائرة وهم محمد الحسناوي وصدام صالح. قال مصدر عسكري من القوة المقاتلة لثوار الجنوب أن مجموعة تابعة لما يسمى بالكرامة تحاول زعزعة أمن المنطقة الجنوبية وذلك بإثارة الفتن والنعرات القبلية. المصدر أوضح للتناصح فشل مجموعة تابعة للكرامة في التجمع في قاعدة براك الشاطئ وتكوين عمل مضاد للثوار مؤكدا قيام عدد قليل بإصدار بيان على طريق تمن هند سبها مطالبين فيه القوة الثالثة بالخروج من سبها. وقال المصدر إن عناصر تابعة للنظام السابق متحالفة مع معسكر الكرامة وبالتعاون مع ما يسمى بتنظيم الدولة تحاول زعزعة أمن الجنوب. كشفت صحيفة العرب الجديد عن نشوب خلاف بين مجرم الحرب حفتر وقيادات فصائل مجموعة العدل والمساواة السودانية التي تقاتل في صفوف الأخير ما استدعى إنهاء الشراكة بينهما. وبحسب الصحيفة فإن هذا الخلاف جاء مفتعلا من قبل حفتر بسبب تحذيرات قدمت إليه من عدة دول داعمة له معتبرة أن وجود هذه الفصائل ضمن ميليشياته يعد عائقا أمام طلبه المقدم بشأن رفع حظر توريد السلاح إلى ميليشياته إضافة لكونها ضربة مجيعة في سجله الشخصي في حال ترشحه لمنصب سياسي مستقبلا حسب الصحيفة. هذا وسبق للسلطات السودانية نشارات إلى وجود مرتزقة تابعين لحركة العدل والمساواة بالصحراء الليبية يعملون لصالح ميليشيات ما يعرف بالكرامة. أوضح متحدث عسكري بالجيش السوداني جانبا من العربات المدرعة التي صادروها من حركة العدل والمساواة المنشقة والعائدة من ليبيا بعد قتال دام عدة سنوات مع مجرم الحرب حفتر. رجال وليل ناس المعركة وليل الناس الجابوا الحديد وليل الناس القبضوا الجماعة ليل حيين وليل العربات المصرية ليل العربات المصرية كل الناس تشاهد انه دي العربات المصرية ودي الكبارات المصرية القبضت حية يا هادي وليل الرجال وليل الرجال القبضوا ونحن من هنا بنحييهم وليل كلهم وليل الرجال القبضوا العربات جابوا الحديد وجابوها حية. في درنا أعلن مسؤول الملف الأمني بالمدينة العميد يحيى لسطى عمر عن البدء بتنفيذ خطة أمنية لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك. عمر في تصريح صحفي له أوضح أن الخطة الأمنية تشمل تسيير دوريات أمنية بكافة مناطق المدينة بالليل وحتى ساعات الصباح الأولى خلال الشهر المبارك. هذا وأوضح أن هذه الخطة تمت بالتنسيق مع مجلس الشورى مجاهدي درنا مشيرا إلى أن المدينة تشهد أوضاعا أمنية جيدة. فصل قصير مشاهدينا حيث تتابعون في الجزء الثاني من هذه النشرة. كاميرا التناصح ترصد آراء المواطنين بمسلاتها حول ارتفاع الأسعار قبيل رمضان. Thank you.
شحب لهم جرح عميق ما ذكرنا. تذكرهم كويس، احفظ وجوههم واسماءهم. ممكن يجيك يوم وتحكي لعيالك او احفادك عليهم. والعيد ياتينا بذكراهم، وكم دارت بنا الاقدار، رمتنا خلف مرماهم وانستنا نهار العيد وكاد القلب ينساهم. اذا ما زال ما فهمتش قضيتهم خليك على جنب، ما تاخذش موقف توا، ما تنجرش وراء الإعلام. الآن ضخ إعلامي كبير، إرهابيين، خوارج، كلاب أهل النار، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. لا يغرنك هذا التضليل الإعلامي، لا يغرنك هذا التضليل الإعلامي. والدرب ناداه ونمشي والهوى يمشي. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من هذه النشرة. حثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبار على المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من استمرار القتال الدائر في جنوب ليبيا، وقالت إن هناك تقارير صادرة تفيد بوقوع إصابات في المدنيين وما سبب في ضغوط نفسية على المواطنين، مؤكدة صعوبة الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية المجاورة لتقديم العون اللازم. ودعت ريبار كافة الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. نقلت صحيفة التلغراف البريطانية الثلاثاء عن تقرير ألماني مسرب أن أكثر من 6 ملايين مهاجر باتجاه أوروبا ينتظرون على سواحل بلدان جنوب المتوسط، بينهم نحو 1 مليون مهاجر ينتظرون داخل ليبيا وحدها. ولفت التقرير الذي أعدته الحكومة الألمانية لأن معظم المهاجرين المتواجدين داخل ليبيا هم من المهاجرين لأسباب اقتصادية بالأساس من دول إفريقيا مثل النيجر وتشاد ودول الشرق الأوسط وآسيا، ويضطر هؤلاء للتعامل مع شبكات التهريب المنتشرة على طول سواحل ليبيا، حيث يدفعون مئات الدولارات لحجز مكان على متن قوارب متهالكة للوصول إلى جنوب إيطاليا. فقد أكثر من 150 مهاجرا غير قانوني الثلاثاء بسبب انقلاب قارب يقلهم في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن قاربا يحمل على متنه 156 مهاجرا انطلق من سواحل العاصمة طرابلس، نجا منهم 4 مهاجرين نيجيريين فقط. هذا وأوضح الناجون أن الرحلة كانت على متن زورق مطاطي، مؤكدين في الوقت ذاته وجود كثير من النساء والأطفال على متنه. تتفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية في ظل تجاهل دولي لعلاج أساس المشكلة من خلال تنمية البلدان الأشد فقرا في إفريقيا. تتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الساحل الليبي متزامنة مع حالة عدم استقرار الدولة من الناحية الأمنية، حيث يساهم تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط وانتشار شبكات الاتجار بالبشر في دول إفريقيا جنوب الصحراء في زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون بشكل جماعي الأراضي الليبية. لا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كيلومتر عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد كل عام وصول آلاف المهاجرين، ومع ساحل طوله نحو 2000 كيلومتر أصبحت ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لقوارب المهاجرين نحو أوروبا.
معلومات مسربة عن تقرير أعدته الحكومة الألمانية نشرتها صحيفة التلغراف البريطانية هذا الأسبوع أشارت إلى أن أكثر من مليون مهاجر قد استقروا مؤقتاً على الأراضي الليبية في انتظار الفرصة السانحة للتوجه شمالاً عبر المتوسط إلى السواحل الأوروبية. ولفت التقرير إلى أن معظم المهاجرين المتواجدين داخل ليبيا هم من المهاجرين لأسباب اقتصادية بالأساس ومن دول أفريقيا مثل النيجر وتشاد ودول الشرق الأوسط وآسيا. من جهتها السلطات الليبية ممثلة في القوات البحرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترغب في تعاون أكثر بين بلدان العبور والاتحاد الأوروبي على أن يتم معالجة أزمة المهاجرين من خلال توفير البيئة الملائمة والدعم الاقتصادي لإبقاء المهاجرين في بلدانهم بعيداً عن الوقوع بين براثن عصابات التهريب ومواجهة أخطار المتوسط وقواربه المتهالكة ومياهه التي تبتلع الآلاف منهم كل عام. أهابت دار الإفتاء الليبية بالإخوة المواطنين في ربوع ليبيا أن يتحروا رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك عند غروب شمس يوم الجمعة القادم 29 من شعبان عام 1438 للهجرة الموافق 26 من الشهر الجاري. دار الإفتاء طلبت المواطنين أن يدلوا بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية كل في منطقته على أن يضبط الشاهد وقت الرؤية بالتحديد. كما أهابت دار الإفتاء بالمحاكم أن تفتح أبوابها في تلك الليلة لتلقي الشهادات وقبولها إذا توفرت فيها الشروط الشرعية للشهادة. هذا وأعلنت دار الإفتاء الليبية الأربعاء أنها ستتوقف عن الرد على الفتاوى المكتوبة طيلة شهر رمضان المبارك. وأضافت الدار في بيانها أن سبب التوقف جاء نظرا لانشغالها بالرد على الاتصالات الهاتفية والتي ستكون مجانية على الرقم 1413 والاستقبال المباشر للمستفتين والذي يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 7 مساء. مع قرب حلول الشهر الكريم يبقى رجاء الليبيين في خلاص بلادهم من أزماتها مرتبطا بمواقف العلماء الحقيقيين حيث تمتحن إرادة الإنسان في الانحياز إلى الحق وتحقيق العدل والمساواة. 3 أيام من شعبان تفصل الليبيين عن رمضان وتفصل رمضان عنهم، أيام 3 تمضي بتؤدة لترسم ملامح حلول الشهر الكريم هذا العام الذي يواجه فيه الليبيون الأنواء والأعاصير السياسية بقليل من التفاؤل والكثير من الألم المدفوع بغريزة الاقتتال في مظالم تفوح منها رائحة الموت والقبور المفتوحة على عالم الآخرة. ككل عام من سلسلة الأعوام العجاف يستقبل الليبيون رمضان بشكل يتطابق مع المنظومة الطبقية التي قسمت المجتمع إلى قلة تنتمي إلى جماعة الساسة والقادة المنفذين الذين أصبح همهم السفر والترحال بين عواصم العالم في إطار لزوم ما لا يلزم، وأغلبية تواجه الواقع باختراع تقنيات التقشف ومواجهة حياة العوز في محاولة للتأقلم مع سياسات المصرف المركزي الذي يصر على أنه الوحيد القادر على الحفاظ على أموال الليبيين بالإبقاء على أمعاء كل منهم نصف خاوية. يهل رمضان وأجزاء من ليبيا محفوظة في كتاب النسيان تنتظر القليل من المساعدات الإنسانية القادمة من الخارج والقليل مما يجود به كرم المنظمات الإنسانية في الداخل التي لا تملك من الأمر في أحيان كثيرة شيئا غير الدعاء. يهل رمضان والكثير من الليبيين يفترشون الأرض ويلتحفون مآوي علب الصفيح كالمهجرين من وطنهم في وطنهم الذي تلقفته التدخلات الأجنبية تحت نار فوهات بني جلدتهم. الرئاسات والحكومات المتعددة منشغلة عن هموم الناس بإثبات أهليتها وشرعيتها لتولي السلطة في بلد تتنازعه المحن ويتنازع فيه المتنازعون السلطة التي تضمن لهم الدخول في رمضان بجيوب ممتلئة وبطون منتفخة
منتقلين بين منتجعات مصر ومقاهي أرصفة العاصمة التونسية، حيث تحرق أموال الليبيين على نار هادئة. تبقى آمال الليبيين معلقة برجالات المواقف من العلماء، حيث ينتصر محور الخير على محاور الشر، وتفتح أبواب الرحمة والغفران في شهر الغفران، وتمتحن إرادة الإنسان في الانحياز إلى الحق وتحقيق العدل والمساواة بين البشر. كشف منسق العلاقات الليبية المصرية بالنظام السابق أحمد قداف الدم عن دعمه وتأييده رفقة عائلة القدافي لمجرم الحرب حفتر. صحيفة العربي 21 نقلت عن قداف الدم قوله إن عائلة القذافي التي تعيش بسلطنة عمان يمكن أن يعود إلى ليبيا إذا تمكن حفتر من تولي زمام السلطة، مؤكدا تواصله غير المباشر مع الأخير عبر العديد من العسكريين. هذا وأشار قذاف الدم إلى أن العديد من أتباع النظام السابق قد عادوا إلى ليبيا، موضحا أنهم يعملون لصالح حفتر فيما يسمى عملية الكرامة. رفضت المحكمة العليا بطرابلس الطعن الذي تقدم به الرئاسي المقترح في الشق القضائي المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنة 16 و2000 والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار. مصادر إعلامية أوضحت أن المحكمة العليا رفضت قبول الطعن وأيدت الحكم السابق بشأن إلغاء القرار المشار إليه واعتباره باطلا، وبذلك يكون مجلس الإدارة الحالي والجسم القانوني الذي له الصلاحيات التي كفلته له كل القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة هذه المؤسسة. أصدر المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية قرارا يقضي بتحديد الفئة الضريبية الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة للبلاد اعتبارا من تاريخه. القرار خضعت بموجبه بعض البضائع الموردة في إطار الموازنة الاستيرادية لسنة 2017 لضريبة جمركية وفق ما أصدر المجلس تتراوح بين 10 إلى 50%. يشار إلى أن السوق الليبية شهد ارتفاع نسبة الأسعار وزيادة في حالة التضخم بنسب عالية جدا. أقامت منظمة ديموغرافيا ليبيا صباح الأربعاء بصالة التدريب بديوان بلدية طرابلس المركز ورشة عمل بعنوان استراتيجية تطوير الإحصاء بالمركز البلدي. الورشة من خلالها تم التعريف بمراكز معلومات البلدية واستراتيجية بناء نظام إحصائي بمؤشرات تساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطن. وقدم الورشة خالد عاشور وحسام الأرناؤوطي من منظمة ديموغرافيا، وأضاف رئيس لجنة الإحصاء والتقنية بالبلدية أنه سيبدأ برنامج حصر السكان والنشاطات الاقتصادية بالبلدية بعد شهر رمضان. أعلن فريق بلدية سوق الجمعة لحقوق الطفل عن بدء أنشطته الهادفة إلى التوعية بحقوق الطفل ودعم المناشط الخاصة بالأطفال داخل بلدية سوق الجمعة بهدف خلق بيئة صديقة للطفل واكتشاف المواهب. ونشرت الصفحة الرسمية للبلدية أن الفريق سيبدأ أنشطته بتنظيم محاضرة توعوية بعنوان إرشادات للتعامل مع الطفل ذي الإعاقة تقدمها الأستاذة سالمة رجب لريال، وتستهدف المحاضرة أسر الأطفال ذوي الإعاقة حول كيفية التعامل معهم. كما قدم الفريق دعوة لأولياء الأمور والمهتمين بهذا المجال لحضور المحاضرة صباح الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو بمسرح مدرسة الربيع. أقيم ببلدية صبراتة حفل تكريم أسر شهداء الواجب والمصابين بالشركة العامة للكهرباء دائرة توزيع صبراتة. بلدي المدينة على صفحته الرسمية أشار إلى حضور الحفل إضافة إلى مجلس الحكماء والأعيان بصبراتة ومدير دائرة توزيع صبراتة ودائرة توزيع المنطقة الغربية وعدد من موظفي الشركة وأهالي وأسر شهداء الواجب والمصابين وعدد من المهتمين. وتم خلال الحفل تسليم شهادات شكر وتقدير ودروع لأسر شهداء الواجب والمصابين جراء العمل. عقد بديوان بلدية زليتنا الأربعاء اجتماع لمناقشة المشاريع المتوقفة والجارية والتي عليها التزامات في كل قطاعات وأجهزة الدولة بالبلدية.
بحسب صفحة رسمية لبلدية زليتن، استعرض الاجتماع كتاب مدير مكتب التنمية والمشروعات بوزارة الحكم المحلي بشأن إحالة المشاريع المستهدفة والمتوقفة والتي عليها التزامات لكل قطاع بالبلدية، وأكد الاجتماع لضرورة رصد هذه المشاريع وإحالتها وفق النماذج المعدة لذلك إلى مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات بوزارة الحكم المحلي بأسرع وقت ممكن، بحيث تكون الأولوية للمشاريع المهمة والحيوية بالبلدية. بدأت في مدينة درنا حملة درنا الخير بعملية توزيع 1000 حقيبة غذائية على الأسر المحتاجة بالمدينة، ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. وبحسب القائمين على الحملة فإن الهدف منها تخفيف الأعباء ومتطلبات الحياة اليومية للعائلات المحتاجة، موضحين أن الحقيبة تتكون من المواد الغذائية الأساسية، وتستمر عملية التوزيع للحقائب 3 أيام. تجدر الإشارة إلى أن حملة درنا الخير قد أطلقت بالتعاون بين جمعية درنا الخيرية وجمعية سيد الشهداء وجمعية العون، وساهم في دعمها عدد من المواطنين والتجار. الآن يتم توزيع الحقائب الرمضانية وكل من جمعية سيد الشهداء، جمعية درنا الخيرية، وجمعية العون، وجمعية بكر الصديق، وهن حوالي قس 1000 سلة ومن دارنا ومن خارج دارنا اللي يساهموا، أكثر من خارج دارنا يعني من عين مارة وبث ثيمر ومن القبة ومن المرتوبة، وما شاء الله وجوه ما شاء الله مستمرين لعند يوم الخميس إن شاء الله. يستقبل المواطنون بمدينة مسلات شهر رمضان المبارك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية التي أثقلت كاهل المواطن البسيط. كاميرا التناصح كانت هناك ورصدت آراء المواطنين بالمدينة واستطلعت آراءهم. جمعية استهلاكية إذا كان وفرت معناها المواد الغذائية اللي المتوفر يوميا وتطلبات المواطن تعتبر كويسة، معناها أن توفر حاجات المواطن تعتبر معناها الفرق كبير في السعر بين السوق السوداء والجمعيات الاستهلاكية. والله تأخرت هي، شو مازال ليه شهر رمضان يوم أو يومين؟ أنا كان المفروض قبلها بشهر ولا شهرين تكون معناها متوفرة، لكن أمتى بوزعوها تو وأمتى بتجي وأمتى كيف والأهلية كيف بيفرقوها؟ الله المستعان. والله نقول إن شاء الله يصير الجمعيات إن شاء الله، يعني إن شاء الله يصير منها موضوع الجمعيات بالتحديد، يعني لأن لو يصير من موضوع الجمعيات بإذن الله يعني راح تنحل أزمة أقل تقدير المواد السلع الأساسية، الرز والدقيق والطماطم والحاجات زي هذه، يعني هذه اللي مغلب الناس. يعني بالنسبة للكماليات هذه أغلب الناس أعتقد ما عادش تدور فيها هلبة، بالنسبة لشهر رمضان تعتبر متأخرة، لكن إن شاء الله نقوله حتى في المستقبل يا سيدي، لأن احنا الوضع ما دام الله يعلم مش معروف، يعني حل الأزمة هذه والبرنامج هذا اللي صاير مش معروف، يعني لوين بيمشوا بينا لوين بيوصلونا الله يعلم. البضاعة المدعومة مثل الحليب الإيطالي ليت يجي فيها أصحاب المحلات، في وكيلنا في مسلتة يجيب لنا فيها ويتم بيعها بقضية عادية، المواطن ياخذ باكو اثنين. والله الأسعار بالنسبة للخضروات والسلع التموينية في ازدياد مباشر طبعا حول شهر رمضان، ولكن إن شاء الله ربي يوفق واحد بيدير جهده وخلاص بياخد شو بيقعد أكيو أنا بيوفر لعائلته بيوفر لأسرته ما يستطيع إنه يخدمهم ويوفر حاجاتهم المطلوبة يومية معناه. والله نقص السيولة هذا مشكلة، حتى هي مشكلة أخرى نقص السيولة هذه، بتقعد المصر مرات بثلاثة أربع شهور مش يجيبوا سيولة، والسيولة قديش بيعطوك 300 جنيه كل على الشيك، معناها 300 جنيه هذين يلا مش ليش بتوفرهن على السلع التموينية، على الملابس، على ملابس الأطفال، على الحليب، ما هو الواحد معناها بيدور خدمة ثانية إنه مش يوفر بها احتياجات اليومية، معناها كان بيستمر على المرتب ولا بيراجع السيولة معاش معناها ظروف معيشية صعبة الحق.
بالنسبة للمسلات والله فيه حاجات متوفرة زي مثلا السكر جابوه مدعوم وحاجات بسيطة، الشاهي جابوه مرة اثنين وما في كان متلحقش من الأول ما عادش لحق عليه، والطن كذلك الأمر حتى هو، لكن حاجات بسيطة مش ماهيش بالكمية لأن تكفي حاجة المواطن معنا. تعطينهم اعتمادات يعني يوفروا السلعة بالسعر المطلوب، مش يجيب اعتماد ويخزنها ويبيعها للمواطن بعدين بأضعاف مضاعفة، يبيعها لشخص وشخص وشخص نين توصل له بدل من جنيه توصل له بعشرة، مشكلة. ويوقفوا التهريب حتى هو تهريب، يعني تهريب المواد الغذائية والمواشي، يعني من تشوف المدة اللي فاتت يعني كيف ارتفع سعر أسعار اللحوم ارتفعت، لكن وين في بادرة من الحكومة أن وقف التهريب نزل السعر، فيه نزول يعني ملحوظ نظر للمدة السابقة تعتبر مرتفعة الآن، يعني تعتبر أسعار كلها مرتفعة، والشيء هذا يعود يعني حتى نقص السيولة للمواطن له دور كبير يعني في الشيء هذا، يعني مهما كانت السلعة رخيصة ينظر لها المواطن أنها مرتفعة لأنه هو عنده مبلغ معين بيقسم عليه، بيقسمه مهما ما كان بينظر لنا ديما مرتفع، ديما مرتفع السعر، لو ان السيوله موجوده بتكون الاسعار مهما كان المواطن يعني نوعا ما باهي، لكن توا بيحطها في جهه تلقاها في جهه ثانيه مرتفعه. والان مع توقعات درجات الحراره ليوم الغد. وقبل ختام النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها. مفتي الديار الليبية يؤكد أن ما يعرف بتنظيم الدولة وصنيعة للغرب يتم استخدامه ضد المسلمين عبر بعض السياسيين. مستشفى العافية بهون يستقبل عددا من الإصابات جراء قصف طيران ما يعرف بالكرامة على المنطقة. صحف عربية تتحدث عن تحذير دولي لحفتر بشأن إبعاد المرتزقة عن قواته حتى يتمكن من الترشح لمنصب سياسي مستقبلا. وتابعتم أيضا كاميرا التناصح ترصد آراء المواطنين بمسلات حول ارتفاع الأسعار قبيل رمضان. هذه النشرة مشاهدينا انتهت، قدمنا لكم من قناة التناصح، شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.